فقبلت بطفل ما يعرفش يشتكي، ولا نعتقد ان في امهات كده رضيع. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنان، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريم، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غير. ايه الجريمة البشعة؟ الجريمة اللي محدش يصدقها، الجريمة اللي الواحد لو حكاها او حد حكاها له فيلم يقول لك ده خياله واسع. في ام تعمل كده في ابنها الرضيع؟ في ام ممكن تفضل متعة جسدها على انها ما تقتلش ابنها؟ في حد يقول ان الست علشان بعض دقائق متعة مع عشائها ممكن تتخلص من ابنها الرضيع؟ تعالوا بينا قبل ما نتكلم عن الجريمة البشعة اللي حصلت في شارع جمال عبد الناصر في منطقة حدائق حلوان، أدعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الإشعار بمجرد نزول الحلقة. الموضوع، الأم اسمها منى، في العقد الثالث من العمر، يعني نقول مثلا عندها 27 سنة، متجوزة وعايشة في حياة مستقرة هي وزوجها، وعندها 3 أولاد منهم الطفل الرضيع اللي لسه بيخطو أولى خطوات حياته في الدنيا. شيء طبيعي أي حد يحمد ربنا على النعمة اللي أعطاها له، ذكور وإناث، حياة مستقرة، عايشين في حدائق حلوان، الزوج موظف بيطلع من الصبح بيرجع آخر النهار عشان يقدر يوفر متطلبات البيت، متطلبات ولاده، شجيان وتعبان. في الوقت ده الست من خلال شبكات التواصل الاجتماعي اتعرفت على شاب قدر يقنعها ان هي تقابله، وبعد ما اقنعها ان هي تقابله اقنعها ان هم يختلسوا بعض سويعات المتعة سواء عندها في البيت او عنده في البيت، وبالفعل ابتدى يعتاد الدخول عندها، واعتادت تروح للبيت ويمارسوا مع بعضهم الرذيلة في غياب الزوج اللي كان بيشاء ويتعب عشان يوفر لها متطلبات حياتها ومتطلبات حياة اولادها. في الوقت ده لما كانت بتروح لما كان بيجي لها البيت مفيش مشكلة، اهو العيال كان بيبقوا نايمين لان هو كان الزوج بيخرج بدري وكان العشيق بيجي على طول بمجرد الزوج ما بيمشي، لكن لما بيكون هي اللي بتروح له بتضطر ان هي تاخد الطفل الرضيع معاها وتروح عند شقة عشاها. الولد احيانا كان بيبكي فكانت تنزل فيه ضربة عشان يسكت، سببت له كدمات في الرأس وفي الوجه وفي الجسم، ولغايه ما هو عشاها كان بيقولها لو جيتي ما تجيبوش معاكي، انا عرفت منه من عياطه ما باخدش راحتي معاكي، وهو بيقعد يبكي وبيصرخ وانت كل شويه تسيب السرير وتجري عليه علشان تسكتيه وعشان الجيران، مش هينفع الكلام ده، انت لو جيتي تعالي لوحدي. طبعا عشان تسيب رضاعها ساعة ولا ساعتين الولد ممكن يعيط ويخرب الدنيا واخواته يصحوا ويقولوا لابوه، فهي كانت بتخاف ان هي تسيب الطفل الرضيع مع ولادها التانيين احسن يعيط والعيال ما يعرفوش يتصرفوا ويحكوا لابوه، فكانت بتضطر ان هي تاخد الرضيع معاها علشان ما يحصلش مشكله. في الوقت ده العشيق كان دايما بيشتكي من صوت الرضيع وان هو دائم الصراخ ودائم العياط، فقال لها لما تجيبيه يبقى جيبيه ساكت خالص انا مش عايزه يقعد يعيط. فراحت الصيدليه فاتصلت بالدكتور قالت له في الصيدلي قالت له انا ما بنامش بقالي 3-4 ايام وعايز انام وانام نوم عميق، فعطاها قرص منوم قال لها ده جديد هينيمك اليوم كله. بالفعل خدت القرص وراحت طحنته، طب ادي نص ادي ربع قرص، لكن هي حبت تخلي الولد ينام خالص علشان الولد ما يحسش بحاجه او العشيق ما يحسش بحاجه والولد ينام اليوم كله وتخلص من صداعه. ما عرفتش ان الجرعه كبيره على قلب الطفل وراحت مدوباها وزايتها للولد في اللبن، الولد طبعا مجرد ما شرب اللبن نام خالص، اطمنت ما خيتوش معاها بقى، كان كل همها تروح له بقى لوحديها البيت وتعاشر عشيق معاشرة الازواج، والولد اهو نايم جنب اخواته هيفضل نايم اليوم كله، هتكون هي خلصت ورجعت تبقى تفوقه لما ترجع. لكن اللي حصل ان العيال اخوات الطفل الرضيع ده قاموا بيحركوا في الطفل بيلعبوا معاه، لقوه ما بيتحركش وما بيتكلمش وما بيعيطش. منهم عندها بنت كبيرة شوية شالت الولد وراحت عند الجيران قالت له ما اخويا متلج وما بيتحركش، فعلا جري على المستوصف اللي موجود في شارع جمال عبد الناصر ملحق بمسجد الايمان. الدكتور اول ما شافه في المستوصف قال لهم ده مات، وراح مبلغ الشرطة لان كان في كدمات حوالين الرقبة وفي الراس وتعورات، فقال لك الولد ده اتعرض للضرب، رضيع متعرض للضرب وفي كدمات كتيرة في وشه وفي رقبته وانا بشك في الوفاة. بالفعل جات الشرطة، في وجود الشرطة كانت الام خلصت من متعتها مع عشاها
وجرت على البيت وولادها التانيين اللي كانوا في البيت قالوا لها ده اخونا الرضيع كان ساقع وبينطقش، واختي نزلت توديه هي والجيران عند الدكتور، جرت على المستوصف ابتدت تزعج وقالت في المستوصف انتوا اللي موتوا الواد، انتوا اللي كهربتوه، انتوا اللي عذبتوه. ده زود الشكوك ان الام بتعمل كده من غير ما تعرف اي حاجه، دليل ان هي بترمي التهمه قبل ما حد يوجه لها اي اتهام. بالفعل تم القبض على الام بتضييق الخناق عليها، اعترفت وقالت انا عطيت للطفل قرص كامل منوم علشان كان بيبكي وكان عشيقي بيزعل لما كنت باخده معايا، وكنت بخاف اسيبه مع اخواته احسن يعيط، فعطيته القرص كله عشان ينام لغايه ما اخلص وارجع، ما كنتش احسب ان القرص ده تقيل، قلب الطفل مش هيتحمله، وفعلا الطفل مات نتيجه القرص المنوم اللي الام حطته له علشان تخلو بعشائها بدون اي ازعاج. طبعا دي لا يمكن تكون ام، ولا نعتقد ان في امهات كده، دي حاجات شاذة. قبل كده برضو انا كنت صورت قضية الزوج الراجل اللي كان عايز يتجوز الست، فقال لها انا هتجوزك لوحدي كان ماليش دعوه بولادك الثلاثه، قالت طب اوديهم فين ابوهم مش عايزهم وابوهم طلاني، قال لها موتيهم، راحت فعلا دست السم لولادها الثلاثه موتتهم. في دي بتبقى حاجه خارجه عن البشر، يعني دي ده يمكن تكون ام، ولا يمكن في يوم من الايام تنسب اليها كلمه ام، لان الام مش كده. ده الام حتى في الحيوانات بترمي نفسها للتهلكة عشان تنقذ ولادها. ده احنا بنقول القطة بتنط عند سبع جار علشان تهرب بولادها. فبالتالي مش منطقية ان الام تسم ولادها ولا تقتلهم ولا تحط لهم منوم قوي علشان تختلي بعشائها. دي مش امهات ابدا دي. ولا يمكن تكون قلب ام، ولا يمكن تكون انثى حتى، ده لو عدوك. ده احنا احيانا بنشوف ولاد اعدائنا قدامنا بنسلم عليهم، لان الاطفال ملهمش ذنب. فما بالك بالام اللي بتدس لابنها المنوم الرضيع قرص كامل ما تحملوش الطفل ومات، كل ده عشان عشقها. يعني لا رعت ربنا في عرضها وشرفها وجوزها واهلها ودينها وربها، ولا رعت حتى قلبها نحو رحمه حوالين ابنها الرضيع، ولا فكرت في اي حاجه غير متعتها هي وعشقها. حتى العشاء في الاعترافات قالوا في ام تعمل كده، ايوه انا كنت بزعل صحيح من عياط الواد وكانت امه بتضربه، بس انا ماليش دعوه، واحده بتجيلي وبتعشقني، انا ذنبي ايه؟ انا لو قلت لها اقتلي ابنك، ولا قلت لها اخنقيه، ولا قلت لها اضربيه، ولا قلت لها حط له منوم في الشاي او في اللبن، انا كل اللي قلته لها انا ابنك ده ما تجيبوش لما تيجي علشان بيصدعنا، وكل شويه بتقومي وتسيبيني من على السرير وتروحي تشوفي الواد احسن تشوفيه بيعيط لها. لكن هي في اليوم ده ما جابتش الواد، هي قالت انا فعلا ما جبتوش لما عطيته اللبن بالمنوم ولقيته نام، اطمنت ان هو قال لي خليني اشيله وهو نايم واروح بيه عند بيته وارجع تاني بيه، فسيبته في وسط اخواته، لكن هو اللي كان بيقول لي ما تجيبيش الواد معاكي، هو اللي اشترك معايا في جريمه القتل. طبعا كل واحد بيرمي التهمه على التاني. طبعا الزوج اتهم الزوجه بالزنا واتهم عشاها، وتم القبض عليهم هما الاثنين بتهمه الزنا وبتهمه الاشتراك في قتل طفل رضيع لا ذنب ليه. جرائم ما كناش نسمع عنها ابدا في السنين اللي فاتت، لكن ظهرت على السطح هذه الايام نتيجه العشوائيه اللي بنحياها، نتيجه قله الدين اللي ابتدينا ما بنراعيش ولا بنخاف من ربنا. كل حياتنا دلوقتي بقت متع ايا كانت بقى، بطريق مشروع او مش مشروع، ما بقيناش بنعيش دنيتنا وما بنفكرش في اخرتنا. فشيء طبيعي نلقى امهات بهذه الاشكال، وبنلقى اباء بيغتصبوا بناتهم وبيمارسوا معاهم الجنس، وبنلقى اخوات نتيجه العشوائيه اللي بقت في كل حاجه في حياتنا. لازم يا جماعه نعرف نفر الى الله، لازم نهرب الى الله، لان هو الوحيد اللي هينجينا من المشاكل والمصائب اللي احنا عايشينها اللي احنا بنصنعها بايدينا. ام تقتل ابنها، واب يغتصب بنته، واخ يبص لاخته ويتحرش بيها، احنا بقينا في زمان ما يعلم بيه غير ربنا، وبالتالي اللي احنا بنعيشه ده اللي صنعناه بايدينا. الست بتتكلم وكانها ما عملتش حاجه، انا عطيته منوم بس عشان ينام، انا ما كانش قصدي اقتله. لا يبدو عليها الحزن، ولا يبدو عليها الندم، ولا اي شيء، وتبرر اللي هي عملته، ده انا حطيت له قرص منوم في اللبن علشان ينام ما يعيطش. وكأن الطفل يعني ده الواحد اللي بياخد جرعة زيادة، الكبير لما بياخد جرعة زيادة ممكن تسبب له هبوط وممكن يدخل المستشفى وممكن يموت. فما بالك بطفل ما يعرفش يشتكي، طفل كل سلاحه البكا لما تجيله مغص في بطنه ولا يجيله شوية تعب أو حد يضربه. فهي ما توقعتش أن القرص ممكن يموت فيل مش يموت رضيع، لكنه ليه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.